أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة فضيلة الشيخ يقول: لدينا منطقة انقطع الماء عنها مدة من الزمن، وبدأ سكان المنطقة يشترون الماء ويحضرونه إلينا من مسافات طويلة بعض الشيء، لكن وجدنا أن طعم الماء قد تغير قليلا، ربما من المصدر أو الأواني، فهل يجوز الوضوء به والاغتسال، مع العلم أن البحر ليس بعيدا عنا؟ نعم، يجوز الاغتسال بالماء الحمد لله. وإن كان متغير الرائحة، إذا لم يعلم أنه تغير بنجاسة. إذا لم يعلم أن تغيره كان بسبب النجاسة فإنه يجوز الطهارة به. نعم.